مساء الخير، مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قامت مؤسسة أبو بكر القادري للفكر والثقافة منذ إنشائها بتنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات نوعية تمشيا مع أهدافها الرامية إلى المساهمة في تنشيط الحقل الثقافي والفكري ببلادنا وتنوير مدارك الشباب والحفاظ على ذاكرتنا. وقد استقبلنا في هذا الإطار مفكرين وأساتذة وباحثين في مختلف المجالات من المغرب ومن خارجه، والذين تطرقوا لمواضيع كثيرة لقيت اهتمام الحاضرين وكذلك المتتبعين لأنشطتنا عبر قنوات التواصل الاجتماعي، والتي خلقت نقاشا وحركية لدى فئات كبيرة من المثقفين. وفي هذا الإطار يسعدنا أن نستضيف اليوم أحد أساتذة التاريخ المعاصر المشهود له بالكفاءة والنزاهة الفكرية، وهو الأستاذ جلال العدناني، الذي سبق له أن قدم لنا في رحاب مؤسستنا بحثه القيم الذي يعتبر من أهم الدراسات التاريخية حول قضية الصحراء المغربية، ومرجعا أساسيا لفهم السياسة التي اتبعها الاستعمار للنيل من وحدة المغرب الترابية. والمحاضرة التي سيتفضل بإلقائها اليوم تخص موضوعا هاما يتعلق بما عرف بالسياسة البربرية لفرنسا، والذي سبق أن تناولته شخصيات مختلفة المشارب وفي طليعتها الأستاذ أبو بكر القادري، الذي خصص له حيزا مهما من الجزء الأول من مذكرته. يقول الأستاذ القادري في مقدمة هذا الكتاب: لقد كتب الكثيرون عن الحركة الوطنية كل من منزعه ومقصده، ومع ذلك فإن هذا التاريخ لا زال لم يدون التدوين الكامل. ثم يقول: أود أن أؤكد أنني لم أقصد تدوين تاريخ الحركة الوطنية المغربية ككل، وإنما قصدت أن أسجل بعض الأحداث التي عشتها أو شاركت فيها من قريب أو من بعيد. انتهى كلامه. ومما لا شك فيه أن هذا الموضوع لا زال في حاجة إلى الضبط والتحليل، وهذا ما سيتفضل به الأستاذ العدناني الذي سيعطينا مزيدا من المعلومات والتوضيحات من خلال ما حصل عليه من أرشيفات ووثائق لم يسبق أن تناولها الباحثون والمؤرخون بالدراسة. الأستاذ جلالي العدناني كما تعلمون أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط بجامعة محمد الخامس شعبة التاريخ، يسير لو سنتر ديستواغ دو تان بريزون. Il est également chercheur associé à l'IREMAM à Aix-en-Provence et fellow à l'Institut d'études avancées de Berlin. وزيادة على اهتمامه بقضية الوحدة الترابية والصحراء المغربية، فهو متخصص في الأنثروبولوجيا التاريخية للحركات الصوفية والدينية بالمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، وفي العلاقة بين التاريخ والأنثروبولوجيا في إطار الديناميات المجالية والاجتماعية والدينية في البلدان المغاربية وإفريقيا جنوب الصحراء. ولقد أصدرت له عدد من الكتب، نذكر منها بالفرنسية أنثروبولوجيا ريليجيوز و كولونياليزم لو ديلام دو لا مودرنيتي، لا تيجانية 1781-1881 les origines d'une confrérie، Anthropologie religieuse et colonisation, le dilemme de la modernisation, le Sahara à l'épreuve de la colonisation, un nouveau regard sur les questions territoriales, la mosquée de Paris, œuvre marocaine et patrimoniale, c'est un beau livre, et plus récemment, le bâti carcéral au Maroc, espace et architecture, en collaboration avec Salim Al-Manjra.
كما أنجز ونشرت له عدة مقالات وأبحاث في مجلات وطنية وأجنبية، وشارك في عدد من الندوات العلمية والمؤتمرات. وقبل أن أعطيه الكلمة، أطلب منكم الوقوف لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الكلمة للأستاذ الجيلاني. السلام عليكم. إذا قبل الشروع في الحديث عن هذا الموضوع الهام، أود أن أقدم شكري للصهيلين على مؤسسة أبو بكر القادري، وأيضا للحضور الكرام. في الحقيقة هذا الموضوع الذي تكلمنا بشأنه منذ بضعة أشهر ينبني في الأساس على عملي بخصوص الصحراء المغربية والأرشيفات التي اشتغلت عليها انطلاقا من الأرشيفات الأجنبية أيضا والأرشيف المغربي. ما دفعني إلى القيام بهذه المحاضرة وهو أنه في شهر جويلية يوليوز الماضي قمت بزيارتي لأرشيف إكسون بروفونس، حيث درست وحيث ناقشت موضوع الدكتوراه حول أصول الطريقة التيجانية. فتقريبا كنت متتبعا منذ سنة 1991 لعملية الإفراج على الأرشيف شمال إفريقيا وخاصة المغرب انطلاقا من هذه السنة. فعثرت على مجموعة من الرسائل جد هامة للجنرال اليوطي وتقرير مصاحب لها للإقامة العامة مرسل إلى وزير الخارجية ستيفان بيشون وأيضا إلى مجلس الوزراء وإلى أندري ماجينو جو بونس وزير الحرب حول الوحدة الترابية للمغرب. بعد رجوعي لأعمال دانيال غيفي لم أجد أثرا لهذا الموضوع، أي النقاش الذي دار مع الحاكم كارد، مع الجنرال جورج رفيق، الجنرال دوغول بعد الحرب وقبيل الحرب العالمية الثانية، وأيضا في كتابات أخرى. فقلت على أن هذا الأرشيف أيضا هو ضمن الأرشيف السري الذي لم يتوصل إليه أحد. فكانت أول فرضية وهو أن ربما لدينا تفسير لماذا تم إعفاء الجنرال يوطي من تسيير الأمور في المغرب، لأن ما سترون في الأخير يعني هي مقتطفات من هذه المسائل التي سعوا عليها الآن من أجل نشرها في كتيب جد جد مهمة. وعلاقة بالسياسة البربرية الفرنسية، سترون على أن المسألة يعني
تصبح أهميتها مضاعفة حين نربطها بموضوع السياسة البربرية، وخاصة ما يتعلق بالظهير البربري لسنة 1930. في البداية أقول على أن الموضوع ديال السياسة البربرية دائما يعني لابد من إبداء، كنت أود الحديث عن ملاحظتين، ولكن قلت لا بأس أن نتحدث عن 4 ملاحظات، وهي مقدمة خاتمة في نفس الوقت إن شئت. الملاحظة الأولى تتعلق بمسألة اعتماد المحاور الطرقية والتجارة المغربية لأجل احتلال المغرب وتدبير مختلف مجالاته، وهو ما سميته بالتيار الوحدوي للجنرال اليوطي. الملاحظة الثانية لا تقل أهمية، هو أن التيار الذي يقوى السياسة البربرية بالخصوص من وراء ما يسمى بالظهير البربري سنة 1930 هو الذي يعتمد الفصل والعزل والتزرير والتقسيم، وهو الذي كان من وراء اقتطاعات الكورة للوحدة الترابية أو للأراضي المغربية، وقد قاده جول كومبون منذ 1891 واستمر مع روبير مونتان وبول مارتي إلى ما بعد 1949، يعني إلى حدود يعني حذف ما يسمى بمنطقة قيادة تخوم بأكادير، تخوم المغربية الجزائرية موريتانيا. مسألة أخرى ما يتعلق، هذه خريطة فقط كما ترون المحاور الثلاث التي كان يتحكم فيها المغرب، وانطلاقا من التحكم فيها صارت خلقت فرنسا مستعمرة في الشمال هي الجزائر، ومستعمرة أخرى في الجنوب وهي إفريقيا جنوب الصحراء. إذا الملاحظة الثالثة وهي التي تهم درجة الوعي بالمجال الوطني والقبلي والانتماء للأمة لدى المقاومة المسلحة خاصة منها القبلية. يمكن الحديث أيضا عن محمد بن عبد الكريم الخطابي. الأرشيف عن هذه الحركة يتكلم أيضا عن امتداد في اتجاه الجنوب في اتجاه ما أصبح يعرف بموريتانيا، إلى درجة أنا في الكتاب ديال الصحراء تحدثت عن محمد ود الميمون، يعني أحد أبناء عمومة الشيخ ماء العينين، اللي انتقل من منطقة أضرار للمقاومة في المنطقة الشمالية. فمعناه إذا ما كانش عند القبائل المسلحة زايان أو الأطلس المتوسط أو منطقة سوس هو الدفاع عن المجال القبلي ولا غير، ولكن نلاحظ على أن هناك امتداد لمجالات أخرى. إذا بماذا يمكن أن نفسر هذا؟ هناك غياب الوعي حول القطر، حول البلد، حول الوطن، ولكن هناك دائما علاقات تنطلق انطلاقا من هذه المحاور التي كان بفضلها المغرب يتحكم في المجال، و يعني اقتفت اثاره السلطات الاستعماريه، لدرجه ان المقاومه ايضا انطلاقا من الجنوب انطلقت من الجنوب في اتجاه الشمال. وقد سبق لي ان قلت على ان هذه المقاومه ما بين الشمال المغربي والجنوب، يعني حتى من طنبوكتو باتجاه الشمال، لم نلحظها في المقاومه الجزائريه في 1830 ولا مع الامير عبد القادر ولا مع الثوره الجزائريه في 54. معنى انها لم يكن هناك شعانبه او ولاد سيدي الشيخ كيطلعوا للشمال وكيديروا المقاومه، وهذا ما دفع بعبد القادر المالي اللي هو رئيس بوسفليقة إلى الذهاب سرا إلى مالي لتأجيج يعني أو لخلق أنوية للمقاومة، لدرجة أن فرنسا اعتبرت أن الجزائر هي الشمال وليس الجنوب لأنها كانت صحراء إسبانيا أو أصبحت تعرف بما يسمى بلوسيرس. الرابعة الملاحظة الرابعة ما يتعلق بالوحدة الترابية لدى رواد الحركة الوطنية وقضية توحيد الصف الداخلي قبل التركيز على الوحدة الترابية. أن هناك من يقول، أنا درت مقال على أحمد الجبلي العيدوني ما ندخلش في التفاصيل، ولكن كان دائما هناك حديث عن شعبي سلا وشعبي الرباط وشعبي فاس إلى آخره. فتساءلت في مقال سابق عن الوعي بالمجال، عندما اختار السوسي
بفضل أحد أساتذة الجزائريين الذين كانوا يدرسون بمدينة فاس خريطة المغرب ديال في العهد العزيزي، والتي تبين المغرب بصحرائه الشرقية والغربية، منشورة في منطقة المدية مدينة المدية، وتوزع في الأكشاك المغربية بفاس وطنجة وسلا رباط ومدن أخرى. ولكن دائما بالرجوع للتاريخ غادي نوجدوا على أن هناك يعني وعي بهذا المجال. الفرنسي الذي صنع خريطة واد درعا والتي سنة 1876 وستبناها فرنسا ما بين 1900 و 1912 لوضع الحدود على واد درعا أو لتتفاهم مع إسبانيا حول مناطق النفوذ، قدم خريطة لمولاي الحسن وكانت ملاحظته أن الخريطة تنقصها المناطق الجنوبية، مع ملاحظة أن كل الخرائط الفرنسية كانت دائما تسعى لبطل أو عدم تبيان هذا السيادة على المناطق الجنوبية، لأن المشروع الفرنسي كان واضحا من 1860 مع لو غوفرنور غوندون، وبالخصوص مع جيل كومبون، وهو خلق مستعمرة الجزائر والذهاب اتجاه إفريقيا الغربية، ثم خلق مستعمرة إفريقيا الغربية والصعود بها شمالا، موريتانيا العليا، موريتانيا الشمالية صح التعبير. إذا للحديث على المشروع ديال مسألة السياسة البربرية وعلاقته بالوحدة الترابية، لم أتمكن من إضافة يعني مجموعة من الصور كيف انتقلنا من المجال يعني البحثي المرتبط بالبحث العلمية من المجلات. المغرب كان يختزل في البعثة عفوا القضية المغربية لا كيستيون ماروكان، أو في إطار عالم عربي إسلامي فكانت مجلة لو موند ميزولمون، ثم كانت أرشيف ماروكان، وبعد ذلك ستصدر مجلة أرشيف بربر. فمعناه إلى ركزنا أو انطلقنا من مقولة ميشو بيلير حديث على الإدارة المغربية والنظام المخزني، هو أن هذا النظام المخزني هو نظام أجنبي، وأنه نظام أجنبي والعرب أجانب ويحكمون مجتمعا أغلبيته بربر أو أمازيغ. دونك نو با كيتي يعني هذا الشخص اللي هو ميشو بيلار ينتمي إلى نفس التيار ديال إيتيان، هذا الذي كان يطالب بحذف المغرب واستعماره وضمه إلى الجزائر. كل من اشتغلوا في البعثة العلمية وكل من جاءوا إلى المغرب، وهذه ملاحظة مهمة، لم يكونوا ملكيين مثل الجنرال ليوطي، كانوا يعني كلهم خاصة جيل كومبون اللي هو عاين كارثة السودان وسقوط الإمبراطورية الثانية وتشكل الإمبراطورية الجمهورية الثالثة التي كانت جمهورية خلقت مستعمرتين. هادو كلهم سيدي بوزيتيفيست وضعانيين، بالنسبة لهم الإسلام مجتمعات مغاربية دراستها علميا أو الديانة أو البركة أو كل هذه الأمور، فدراستها علميا ستمكن سلطات الحماية من التحكم في المجتمعات وأيضا في تدبير الشأن الديني لصالح نظام الحكم كيفما كانت طبيعته. ألفخيد لو شاتولي غادي يكون من المعارضين، بل أنا بالنسبة لي ألفخيد لو شاتولي هو نظام يختزل نظام الحماية، وقال في مجموعة من المقالات حتى قبل 1900 و 1902 قال المغرب لا يجب اكتساحه، لأن الخسائر التي تكبدتها فرنسا في الجزائر ستكون ماشي مضاعفة ولكن كثيرة، لأن المغاربة ياكو دي غيرين ياكو كسر. من الأحسن أننا ندخلوا المغرب ونحكموه بفضل
سلطانه شيوخ زواياه وشيوخ قبائل إليه. Il a fait la synthèse, il y a le système sociopolitique du Maghreb, انذاك. فهذا المشروع هو اللي فاز. ولكن من جاءوا مع البعثة العلمية لم يكن يشاطرون في الفخير دو شاتولي هذا المشروع. فهذا هو التيار ديال الفصل التجزئي واللي منه غادي يكونوا المنظرين ديال الظاهر البربري ومن بينهم يعني من المساندين ديال المشروع. حتى قبل ديال السياسه البربريه هو ميشو بيلاخ، وفي الجنوب عندنا جورج اغدي قبل ما يجي من افريقيا الغربيه الى الشمال، وبالخصوص الى الغائب بول مارتي اللي هو العقل المدبر الذي انتقل من الدراسات العربيه ومن دراسه الشعر في تونس الى اهم كاتب في قضايا الاسلام ومديرا للشؤون الاسلاميه والشؤون الاهليه بدكار بالسنغال، واول من نسج سياسه العزل والحمايه للزنوج الوطنيين مع هاردي واخر في ديرب ايضا. وبين التيارين كنا نتحدثوا على تيار استشراقي كان يشتغل على الوثائق المغربيه والتحقيق ديالها خاصة في معرفة الشمال وعلاقته بالجنوب، طرق، محاور، ترجمة الرحلة العياشية، الرحلة الناصرية، كتاب الإفراني إلى آخره. فهذا سي موريس دو لافوس وأكتاف أوداس. هذا تيار استشراقي خصو محاضرة بوحدو. إذا البعثة العلمية غادي يشرف عليها ألفريد لو شاتولي من باريس، ولكن على رأسها غادي يكون جورج سالمون، ومن بعد ميشو بيلاخ، ومع أنغي دو كاستخي اللي هو كان القائد. ففي المراسلات السرية أيضا لو شاتولي كان يحذر أنغي دو كاستخي من ميشو بيلاخ، تيقول له احتاط منه، كنعرفوا داك المشروع فين باغي يمشي بالسياسة البربرية مثلا أو العلاقة مع المخزن، لان هادو بالخصوص سالمون اللي مات كان هو المدبر ديال المشروع استبدال السلطان المغربي بسلطان من اسره ادريسيه. من ما بغى يكون يقولون هما بان كل الطرق الصوفيه اولياؤها من اصل ادريسي، اي واحد ناخذوه نردوه السلطان. فكانت السلطات تعاكس هذا التوجه فما نجحاتش، دونك كان التعيين ديال مولاي يوسف باش نمشيو بسرعه ديال هاد التيار هو اللي غادي يظهر مع الظاهر البربري، وهو اللي غادي يبان من جديد في 20 غشت 53 او حتى قبل 20 غشت 53، لان كان التفكير في ايضا سلطانين من غير الاسره العلويه، وتعرفون الاشخاص الذين يعني تم تقديمهم لهذا الامر. ما هو مهم في هذا هو مسألة البعثة العلمية وخدمتها لسياسة الإقامة العامة، يعني ما بين اليوطي وألفريد لو شاتولي وأنري دو كاستخي، علما بأن أنري دو كاستخي كان هو من وضع الخارطة بناء على سياسة تميز بين العرب والأمازيغ على رواية الشفوية، ولكن مالوريزمون ديك لاكارت سوغا أدوبتي فيما بعد في 21 23 اظن على اساس هذا التحقيق اللي قام به اونري دو كاستخي، هو التقرير اللي بعث به اليوطي مع رسائله لوزير الخارجيه اللي غادي نعطيكم مقتطفات منه، اللي كيتساءل فيه اونري دو كاستخي واش المغرب عنده سياده ما وراء والدار. معناه واش المنظور ديالي انطلاقا من الجزائر، لان كان في المنطقه ديال الحدود وهران او حتى في الجزائر، واش هو نفس دونك غادي يغير المنظور ديالو. ما غاديش نطول كيفاش البعثه العلميه غادي تخدم الاقامه العامه، وخاصه في مساله تكوين الاطر السياسيه لكادر بوليتيك، يعني هذاك يعني الهيارشي ما بين ثلاثه ديال لي كاتيجوري، كيفاش غادي يجمعوا مسائل كتعلق بالمجتمع المغربي. ولكن افخيدو شاتولي مع اليوطي دائما
حاولوا يفرضوا الوجهه ديال ان نشوفوا المغرب جلوبالمون، لان اليوطي انطلاقا رغم انه يعاب عليه احتلال الشام وضمها الجزائر، فمن ثم كان وعب بالمحور الاول ديال فيجيك في اتجاه تويت، وعرف بان هناك محاور اخرى انطلاقا من اعمال الفخيد لو شاتولي اللي قبل لا سيري فيل اتريبي دي ماروك نشر هو مقاله ديال فيل اتريبي دي سود ويست ماروكان. والفخيد لو شاتولي كان عنده درايه ومعرفه كبيره باللغه الدارجه وايضا بالثقافه والمجتمع المغربي. دونك باش من المسائل ديال تشكل العلاقات ما بين البعثه ما غاديش المساله اللي مهمه، وهو ان الحمايه غتنطلق يعني 1912، ولكن في 1913 غتكون المدرسه ديال تدريس اللغه العربيه هنا بالرباط واللهجات البربريه غادي تكون شاله حتى 1917، غادي يكتمل المدرج الشريف الادريسي اللي هو النواه ديال كليه الاداب، وغادي يصبح فيما بعد 1920 اي تم خلق لانستيتي دي اوت زيتيد ماروكان، ودمج لو بيلتان ديال هذه المدرسه تعليم اللغه مع ارشيف بربر في مجله واحده اللي هي اسبيريس. وهذه مشروع يعني اوتور دو لا كيسيون يان ديبا، كان هناك نقاش حول السياسه البربريه او السياسه الشموليه الوحدويه التي كان يدافع عليها اليوطي ومعاونيه منهم الجنرال أنري سيمون، كان انذاك كولونيل ثم اصبح جنرال، وهو الذي سيقوم بتقصي بتحقيق بعد صدور الظاهر وقيام احتجاجات في مختلف المدن المغربيه، وهو تقرير جد جد مهم. مساله اخرى، المساله ديال السياسه البربريه التي تشتغل بالثنائيات بلاد مخزن بلاد السيبا، او ما سماه ايضا لو شاتولي المنطقه الثالثه الفاصله بينهما، باش منها كندوزو يعني بحال نقولوا هي مناطق الزوايا المغربيه وزان بالجعد الى اخره، سي لو تخوازيام اسباس كي كومونيك انتر بلاد السيبا بلاد المخزن. ولكن بهذا الخصوص بغيت نقول واحد الفكره كنظن جد مهمه، هو اننا خصنا نفكروا بان تو ني با كولونيال، لان في الاداره ديال التراب المغربي في الحكم لم يكن كل شيء كولونياليا، لان فيما بعد كما بينت ذلك في هذا الامر هو ان سكوت او فرنسا اخرست صوت الشرعيه المغربيه بخصوص التراب من 56 حين نقلت ارشيف السياده الى فرنسا حتى تقريبا ابتداء 91، ولكن ما كاينش باحثين، ما غاديش نقول ما كاينش عاكل انا حاشا كما تنقولوا، ولكن كان الامر خصو وقت الاف العلاف، خصك تدوز من هذه وحده كتلقى فيها وثيقه، وحده كتلقى فيها 10 الى اخره، دير لي ريكوبمون باش تلقى واحد ان فيل كونديكتور حول هاد لا كيستيون. فهذا الامر غادي ياثر على المغرب الى يومنا هذا، وليو باش يكون عندنا ارشيف اللي كيثبت هاد السياده، بقى الوقت الباب مفتوح على مصراعيه للبروباغندا للايديولوجيا للدعايه الجزائريه او الدعايه الانفصاليه. وما بدا هذا الامر ديال هذا الوعي، مساله ان فرنسا حكمت المغرب بمخزنه، وخاصه في المناطق التي ادعت انها خلاء ولم تكن عليها سياده، وهذا الامر هو اللي بينه هذا الكتاب. فمعناه في 75 لو كان عندنا ارشيف كنا نعيطوا لفرنسا ونقول لها اجي حنا غادي نقولوا واش هذه الارض خلاء بما لدينا من وثائق، وانت بهذه الوثائق قولي لهم واش خلاء او خلاء من اجل فقط الاحتلال. ولكن حين انطلق مسلسل ديال التحكم في التراب ما لقيتي قدامك الا هذا النظام ديال قوات بشوات اسر مخزنيه، يعني تم استعمالها انطلاقا من سنه 1901. اذا
كما قلت في المهم اليوطي كان دائما مع الأسرة تلبية حذرا باش ما نضيعوش الوقت في هذه النقط. إذا العمل الخرائطي مع فرسم الحدود كان جيل كومبون مع ألفريد لو شاتولي أونري دو كاستري. جيل كومبون هو اللي كان حاكم عام في الجزائر، دار جوج ديال المشاريع كبيرة. لي كونفري روليجيوز ميزيلمان كزافيي كوبولاني والكاتب الخاص ديالو أوكتاف دو بون تيساليو 1896 كنظن، شنو كيكتشفوا فيه؟ كل الطرق الصوفية المغربية كتمشي لجهة الشرق وتنزل أيضا في اتجاه الجنوب. سيتي نوبل بور لا كولونيزاسيون، غادي انطلاقا من هاد الزوايا غادي يمشيو بهم هما اللي غيدخلونا لإفريقيا. الطريقة الرحمانية في الجزائر طريقة وطنية، طريقة تيجانية كولونيالية، ولكنها ما قدروش ينزلوا مع تيجانية لأن كل المقدمين يتم اغتيالهم لأن كيكونوا مرافقين من طرف جنود فرنسا. إذن تيجانية انتقلت من المغرب الذي كان مستقلا، ولهذا المغربيين التيجانية مترسخة في كاولاك وتيوان وكل المدن الأخرى. أونغي دو كاستخي غادي يشتغل على ديك الخريطة اللي قلت لكم ديال واد الدرعة، كنظن كاينة هنا، انطلاقا أيضا من الأعمال ديال شارل دو فوكو سي كونزاك، وهادو كاملين عندهم ثنائيات ديال بربر عرب و مستقرين ورحل، وكلها أفكار كانت تستعمل إما للاختراق وإما لرسم الحدود، حدود ديال الوضع أو الحد ديال الطرفاية اللي وضعوه تقريبا من 1891 كان ديجا وضعوه جيل كومبو، هو صاحب هذاك الخط اللي كنشوفوا كيفصل ما بين المغرب ومنطقة الساقية الحمراء إلى يومنا هذا. العمل الثاني من غير هذا هو العمل ديال دو لا مارتينيير. دو لا مارتينيير كيدير أعمال حول المنطقة ديال الريف الشمال، ولكن كيصدر رفقة نابليون لاكروا أربعة ديال المجلدات، هادو كلهم تيليشارجابل سور غاليكا، لي كاتر فوليوم اللي كيبينوا حتى الخرائط ديال الجزائر كيفاش كانت ليفوليسيون ديالها، ولكن كيبينوا كيفاش أن هاد الدراسات مشات مع الأودية ومشات مع هاد الثنائيات، لدرجة أن سي العروي الله يطول في عمره اللي كان مازال كيتساءل على الخلط مشي يقلب عليهم فتوات، جزء من الخلط كاين فتوات، لأن الدراسة ديال لا مارتينيير مشات شكون عرب شكون شلوح وكيفاش غادي نديرو في هذه العملية ديال الاختراق وعملية ديال رسم الحدود. بطبيعة الحال السياسة البربرية ملي غتنتهي العملية ديال الحدود غادي تبقى تستعمل فقط داخليا من أجل التجزئة ومن أجل التحكم. سيمون جنرال سيمون كيدعي على أن هذه السياسة هي في الأصل مخزنية، ولكن مخزنية تنشد الوحدة ومراقبة التراب أو التحكم التراب عن طريق قبيلة ضد قبيلة، بينما المشروع ديال بول مارتي وآخرون كان مشروع آخر. إذن دائما مع جيل كومبون هادو هما لي تيتر ديال دوكيمون بوغ سيرفيغ ليتيد دي نور ويست افريكان اللي هو المغرب. هذه الخريطة ديال دو كاستري بون بتاتخ ما كتبانش، ولكن كتبان أن الجنوب فيه صحراء أوكسيدونتال، ولكن هذه الصحراء أوكسيدونتال راه من 1879 1884 هو الجزء اللي كيشمل الغربية الشرقية موريتانيا حتى نهر السنغال وشمال مالي، كله هذا يسمى بالصحراء الغربية حتى 1922. أوجيغاس الجنرال كيصدر نفس الخريطة بأنها الصحراء الغربية. في 1949 حتى 53 شمال موريتانيا اللي غادي يولي موريتانيا العليا ويضاف إلى موريتانيا، فقط هذا الجزء هو اللي أصبح في هذه الخريطة كاملة يسمى الصحراء الغربية. أنتم كاين الخريطة
والصحراء الإسبانية هذاك سيت ان لور ان سوبترفيج ديال إسبانيا، طونتو كتسميه الصحراء الإسبانية طونتو لو ريو دي أورو، باش كتخفي يعني المأزق القانوني اللي سقطت فيه لا هي ولا فرنسا، واللي كيندد به الجنرال ليوطي كما غادي نشوف. إذا هادو من يعني الوثائق اللي كتبت تبني ربما شوية إليزيبل، عرفتش لو شاف دانكس دو بن عباس سنوني دون لو توات إيكلي إلى آخره، أنه من 1901 كيعطيو لي زوردر أن يعني لا روبريز دي كوموندمون كما كانوا، ولو أن بعض الأسر جد قوية ونافذة في المنطقة، يكتب الكابيتان او الضابط بان هادو في عمليه المقاومه في تواس قتلوا الاوفيسي الفلاني وواحد 20 سولدا، تتم الدراسه كيقول لهم لا او كونديكسيون هاد الاسره نافذه وما غاديش حيت قتلوا لا هادو ما غادي نعتمدوهم، تيتم الاعتماد ديالهم. احيانا كنكتب بالعربيه والفرنسيه ايماج ديستيني زوفيسيي لا تيت ان بو الونجي ربما مع هذا، هذا باش ان اوفيسي بقى يميز في المناطق اللي كانت يعتبرونها خلاء ولم تكن خاضعه للسياده المغربيه، كيفاش يميزوا ما بين القائد المخزني المغربي والقائد الجزائري، كيبان لكم من خلال العمامه وهذا والشاشيه، باش ان الاوفيسي من يشوف هذا يعرفوا هذا من النظام السابق. والارشيف كيعطينا لانه كانت عمليه ديال التقصي، هما كيكتبوا انذاك ما تيكتبوش لينا باش نديو الامم المتحده، هما في اطار الارشيف السري ما يطلع عليه حتى شي واحد، تيقول له ها كيفاش من نشوف هذا بالاحمر عرفوا راه من العائلات ديال التيمي ولا عائله باجوده عائله المخزنيه اللي تم. إذا هذا عمل مكمل لذاك العمل ديال السي محمد عفيف حول توات، ولكن اللي كيتكلم فيه على ما قبل هذه المرحلة ديال الوجود المخزني في هذه العملية الأخرى اللي كتغيب بخصوص المسألة ديال التراب والسياسة، هذا هو مسألة المؤتمرات ديال شمال إفريقيا ما بين 23 29 30، أي إلى حدود عقد ندوة الصحراء أوكسيدونتال بكلية الآداب الآن، يعني كانت لانستيتيو دي هوت زيتود ماروكان. وهاد الندوة كما كتبت راها تنعقد في الرباط 14 يوم من بعد صدور الظاهرة المسمى بالظاهرة. واش كانت العملية متعمدة أننا نخلقوا ضجة ونديروا ندوه، وعلى بناء هذه الندوه وزير الحرب ماجينو غادي يخلق قياده تخوم. شنو هي قياده تخوم؟ هو ايفيتي دو تراسي لا فرونتيير، كريي اون زون فلو، لا دوميني، لا نيكسي، اي ميتر واحد اون ديسيزيون اخرى ادمينستراتيف بان لا فيتور زون دي كونفان اتولي 200 كيلومتر من بعد، وحتى هي غادي يتم الاستحواذ عليها والضم ديالها، معناه سير لو بوفوار ديال لو كولونياليزم. إذا في هاد الندوات ديال شمال إفريقيا في ديال تونس كيتم لو فو إتادوبتي، شنو هو هاد لو فو؟ لالجيري كوم كولوني إيمي لو فو que les pourparlers انهم يضموا لو ريو دو اورو يعني الصحراء الاسبانيه 26، وهذا كان ايضا في 23 وتم القبول ديال هذا المبدا، و اليوطي سيراسل وكيرفض هذه المساله ان الجزائر تمشي للريو دو اورو باش تضمن واجهه اطلسيه، تيقول لهم المغرب كليتوه فقط احترموا يعني 19 كول فايلق 19 العسكري يحترم ديك لا لين ديال ايكلي، دخلتو ايكلي كير سوا تمشي لا فرونتيير من تما حتى الافريقيه الغربيه
وان المغرب عنده الحق كما الجزائر يمشي بحدوده لافريقيا الغربيه. ولكن هذه السياسه هذه اتبقى فرنسا كتبناها الى حدود تقريبا 1962 قبل ان تاخذ الجزائر مشعل من فرنسا حول هذه النقطه. فنذكر على انني إذا كنت كنتكلم على عرب أمازيغ هنا، أن المنظر للظاهر البربري اللي هو بول مارتي هذا تختلط عليه الأمور في الجنوب، فملي غادي يدخل التراب الصحراوي غادي يكتشف على أن هناك ناس كيتكلموا حسامية وأنهم أمازيغ دي بربير إي دي زغاب. لي زغاب عندهم البوفوار سي لي زيميرا كونيكتي للمغرب، وان هذوك البربر ولاو في البعض ديالهم ولاو زناقه، يعني كيحشم تيقول الاصل ديالو صنهاجه ولا زناقه، وان دوطخ بقاو دي غيري بحال يداو يعيش كيتحالفوا ايضا مع العرب ضد صنهاجه كما وقع في القرن 17. فلقى لهم التسميه ديال البيضان ولقى المجال كامل تخليطه ديال لو بيي دي مور ولا بيي مور، تراب البيضان. وهاد التراب البيضان هي اللي غادي تستعمل سياسه توخو، وغادي تستعمل من بعد حتى بعد الطرد ديال بول مارتي في اتجاه تونس، لان يقولوا لي ما فهمتي والو انت في الشلوح ولا في العرب، ترجع تدرس اللغه العربيه والشعر كما بديتي في الاول في تونس. ولكن غادي يتبناو الكتاب ديالو لا روت موريتاني. مسألة أخرى وهو أن هذا المشروع ديال غيو دي أورو هو ضم للجزائر، في لاكونفيرونس ديال تونس تتم نقطة يعني في جدول الأعمال لو بورناج دو لا فرونتيير ديال وجدة في كيك، هذا تيقول لهم أنولي با دو بورناج، ولكن ما تحت في كيك با دو فرونتيير، يعني الفرونتيير كديرها فرنسا كتبدل لا فرونتيير، هادي بارنيي هادي ترانكي هادي لا لين دو فيت. وتم البالة في 1944 باقة مغربية، الحاكم العام كيدير طلب لو ريزيدون جينيرال شكون هو اللي كان تمايا كيكتب له بالموافقة خذ تم البالة، وكانت كتم الأمور دائما. علاش ما كيحدوش؟ لأن دائما البروجي هو بوغ الي فيغ لاتلانتيك، لأن بالنسبة لوزير الحرب الداخلية مستعمرات غوفيرنور جينيرال il n'est pas question ان الجزائر ما يكونش عندها انفصال اتلانتيك. علاش؟ لان المشروع الاولي كان هو محو شي حاجه سميتها المغرب وخلق مستعمرات واحده عندها لا ميديتيراني وعندها لا فساد اتلانتيك، وهو المشروع الذي عرضه كما قلت لك. اذا الناس البعثه العلميه اللي كانوا مندسين وكيخدموا على مسائل ديال ما يتعلق بالإثنوغرافي السوسيولوجي كانت يخدموا في هذا المشروع ديال التجزئه، وهم اللي مشاو وكلهم كما قلت يعني جمهوريين والى اخره. اذا هاد التيار ديال الجنرال يوطي والجنرال سيمون والاستمرار على نهج لو شاتوليي، مساله المؤتمرات الى اخره. ثم بالإضافة للمقتطفات ديال رسائل اليوطي، هناك تقرير للحاكم أندري بونان. هذا التقرير أنا سمعته أول مرة في العمل جد مهم ديال صديقة غيتا عواد، اشتغلت على المغرب والسودان، ولكن لم تكن الأمور واضحة بخصوص ما يتعلق بالمحاور الوحدة الترابية. العمل كان يشرف عليه جون لوي مياج، فمقارنة لو رابور ديال بونامي ديال الكارد رسائل الكارد ديال جورج، لأن أحيانا غيتا ما كتكونش شافت دوك العلب الكرتون اللي تم الإفراج عليهم في 2000 2016 12 8 إلى آخره، كتكتفي بحال العمل ديال توات ديال عفيف كتلقى انه شاف العلب اللي كانت كتعطى ديال انذاك
لا كنتي كتشتغل في 1980 فاطمة الزهراء طموح، خدمت على المغرب والسودان، فكتشتغل على ما كان متاح. كل العلوم كانت تقريبا خاضعة للقانون الأرشيفي، 80 سنة 50 سنة 120 بالنسبة للأشخاص، خصك تنتظر أو لا تطلب دي ديروغاسيون، أحيانا كتعطى لك أو ما كتعطاش. إذا تكلمنا على هذه المحاور فخصنا لو روغار دي نور، ولكن خص يكون عندنا لو روغار دي سود. انا هاد لو روغار دي سود كنطالق في الحاله ديال جورج هاردي وبول مارتي، ديال هاد العزل ديال الزنوج، ده هو المختبر ديالهم تما، نعزل الزنوج ما نخليوهمش يتعرضوا للعمليه ديال التعذيب والاسلامه، ونجيبوا لهم لي بيرلو من الجزائر ولا من هنا ونطلقوهم عليهم في افريقيا الغربيه سينيغال. ولكن من تبين على ان العمليه ديال الاسلامه كانت تتخذ واحد الوتيره اسرع ربما من قبل وصول المستعمر، كما مع الظاهر البربري سيمون غادي يلاحظ بان القياد والشيوخ والمقدمين مشاو تيتعلموا العربيه بواحد الشكل مبهر، لدرجه ان الامر اصبح يعاكس نوايا ديال السياسه الكولونياليه. ثم انه قال لهم انتم كتشوفوا داك الشيء بالجزئ، ما كتشوفوش لونسومبل، وما كتميزوش ما بين المناطق الامازيغيه اللي هي ديجا معروضه وديجا يعني الاسلام كيتجذر فيها متجذر فيها بشكل. معنى ان التصور ديال الجنوب ديال افريقيا جنوب الصحراء هو اللي كان عند بول مارتي وعند جورج اردي الى اخره، ولكن كانت عندهم هذه النيه ديال معاكسه العروبه ومعاكسه الإسلام. وحتى لا أنسى، الهدف من هذه المحاضرة هو تبيان واحد النقطة جد مهمة، هو أننا حين نتكلم على الحركة الوطنية، فأنا سمعت بعض الزملاء من كيتكلموا على علال الفاسي، محمد الحسن الوزاني، بوبكر القديري إلى آخره، تيقول لك تيقول بأنهم بغاو يدخلونا للمسيحية، وتيقول بانهم ما بغاوناش نكونوا كذا والتمييز ما بيننا. فالمتهم هنا تيصبح الرجل الوطني، بينما في كتابات تصفحتها بشكل يعني دقيق واحيانا متسارع، لدرجه قلت ما سي با لا بين نتكلم على كتاب ديال الظهير البربري اكبر اكذوبه، ما كتبه صديقي وزميلي مصطفى القديري ايضا، مقال واحد منشور في مجلة أجنبية كنا غادي ننشروه مشترك ما تمش الأمر، وهو لو روغار أبارتيغ دي سود. تكلمت في ندوة حول كليفورد جيلز، كيف أن المنفى في الغابون بالنسبة للعلال الفاسي غادي يخليه يشوف اتجاه المناطق الصحراوية، أو النموذج ديال الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان اللي كان في ليكول ناسيونال دادمينستراسيون وقام بجولة وفق زملائه إلى إفريقيا الغربية وفي اتجاه الصحراء يعني المستعمرة أو المحتلة من طرف إسبانيا. وكيفاش الموقف ديال جيسكار ديستان بالنسبة لمسألة الوحدة الترابية، لدرجة أنه في 1975 كانت فرصة لقيام مصالحة ما بين الجزائر وفرنسا، لأن كانت أول زيارة للرئيس الفرنسي للجزائر، فدار اون ديكلاراسيون تمايا بخصوص مسألة ديال الصحراء، ما عجباتهمش، فغادي يحولوا له الموكب وغيدوزوا واحد الشارع كان عاف أحداث مأساوية وعدد كبير من القتلى، وتيقولوا لي هنا فين قتلتوا ذوك 3000 إلى آخره. وكادت أن تصير أزمة بسبب التصريحات ديالو بخصوص هذا. كنظن ما يتعلق مجموعة من الناس اللي عرفوا هذا الجنوب المغربي وعندهم رؤية في اتجاه إفريقيا. ربما النموذج ديال عباس القباج الذي كان تقريبا من خلق سفارة المغرب في داكار، والأمر مرتبط بالتحركات مع المقاومة مع جيش التحرير، تنسيق أيضا ضمن حزب الاستقلال. إذا هذا المشروع هذا ديال
العزل ديال الزنوج غادي يفشل، لأن فرنسا ستلاحظ على أن جارتها بريطانيا لا تقوم بنفس السياسة، بل تشجع على انتشار الإسلام وتعتمد النخب. وكانوا حنا غادي يهربوا علينا التران، خلي النخب، والنخب راها كتفرنس وكتخدم معانا. ودايما ملي كنصيفطو ان بيغ بلون يلاه كيجيب لنا واحد تيقول لنا ها هو ولا مسيحي، بينما تاجر ديال سونينكي ولا هذا ملي كيمشي لشي فيلاج كيبيع عليهم جوج قشاوش، كدوز الصباح تلقاهم كلهم من موراه كيصليو. فهما كانوا كيسجلوا هاد الملاحظات، ومع ذلك أرادوا القيام بهذا الأمر في الشمال. أنا بالنسبة لي هو لماذا الخطاب الأمازيغي لا يشتغل على الأرشيف وعلى التاريخ وعلى الوثائق؟ لماذا نغيب بول مارتي وشنو كيقول؟ وكل كتاباته منشورة، لو ماروك دو دوما تقريبا مشى ليوطي، لو ماروك دو دوما أي المغرب ما بعد اليوطي، خصنا نسميو هذاك الكتاب، لأن مع جورج أردي في مسألة الانستينكسيون لي زيكول فرانكو بربير، مسألة الانسينيمون إلى آخره، لارابيزاسيون إلى آخره. إذا هذا الشخص غادي يجي للمدرسة ديال فاس اللي سيمو لإدريس، ثم مدير الشؤون الأهلية دافير أنديجيل، يعني ماشي شخص اللي حتى غادي يساهم في صدور هاد الظاهر هذا. إذا ضجت الظاهر البربري أو المسمى البربري، وصمت ندوات الصحراء الغربية بريسك باسي نابيرسي. عندنا العادات إسبيريس سنة 1930، وكنشوفوا فيه السيليغي يعني مونديرين كبار، وبالخصوص من كتب يعني في نفس السنة لي بربر إلى المخزن هو روبير مونتال 1930. وفي نفس الوقت كيمشي مسألة الصحراء الغربية، كيقول لنا الخط اللي دار أونغي دو كاستخي مبقاش مقتنع به، والخط اللي دار جول كومبون صحيح، المغرب خصو يبقى في الشمال. علاش؟ لأن ديجا منطقة سوس هي منطقة الجمهوريات الأمازيغية أو البربرية كما كيسميها، وأن هاد لا لين دو فرونتيير سيتي لين كي سيبار لي سيدونتيغ مع لي نوماد. وكان ربما نديرو ان نوتخ لين او دولا ديال تكنا بوغ باش نميزو ما بين سومي نوماد اللي هما تكنا المستقلين بالواحات، و لي كغون نوماد او لي كغون شوميلي اللي هما الكيبات ولا الدليل الى اخره. دونك في هاد الندوة ديال الصحراء الغربية فهو اعلان على نهاية مشروع اليوطي، اعلان ديال الاقبال ديال المشروع الوحدوي ديال اليوطي وسيمون الى اخره، والشروع في عمليه المحافظه على المغرب حسب يعني الحدود اللي قام بها التصميم ديالها جيل كومبون في اتفاقيات، لان جيل كومبون ليس فقط حاكم عام الجزائر، سفير فرنسا في واشنطن، وهو من يمضي مختلف الاتفاقيات مع اسبانيا والمانيا حول المساله ديال الوحده الترابيه، لدرجة أن كيديغلين يعني الوزير الألماني غادي يشرط عليه إضافة فقرة كتشوفها في لو تريتي فرانكو ألمون، هو أن فرنسا خصها تعترف بأن الحدود المغربية خصها تمشي لإفريقيا الغربية دائما، يعني العودة إلى المشروع ديال اليوطي والمشروع ديال مسألة المحافظة على الوحدة الترابية. إذا ما يتعلق بتراب البيضان كزافيو كوبولاني أيضا، فحتى هو في حل كتابات ديال دو لا مارتينيير دوكيمون بور سيرفير، غايدير كتاب ديال الطرق الصوفية، غادي يمشي لموريتانيا لي تريتي دو بي، كيهضر الحسانية، كيهضر حتى الشلحة، كيكتشف بأن الناس باقيين في موريتانيا تيهضروا الشلحة، وكيعطي المثال ديال بشويه بشويه الجمل كيدخل للطنجره وكيكسبها في الشلحه الى اخره، المهم باقي عاقل على ايمي كيميك.
ثم كيرسم خريطة فيها موريتانيا، التسمية ديال المجال اللي هو كاين في الشمال لا موريتاني، كيهبطوا يعني لأن الاستعمار تيقول على أنه هو كيربط أو استمرار لوجود الروماني، وكيخلق اتفاقيات وديال سلم مع القبائل ومع الإمارات. فأمير أدرى ولد عايدة سيت النوتخ ديال تيقول له دير حنا عندنا علاقة مع المغرب، تيقول له ما كاين المغرب الأول، دابا حنا الزوايا تيقول لهم انتوما الزوايا قبائل الزوايا ضعيفة، انتوما يعني خسرتوا الحرب مع حسان مع العرب، فاحنا فرنسا ان تولوا امر المحاربين هاد العرب، ولكن انتوما خصكم تحالفوا معنا لان من القرن 17 وانتوما مستعبدين وتحت السيطرة ديال قبائل حسان والامارات، وحنا جينا باش نقضوكم. وكيدخل بهذه السياسة اللي كان يديرها بشكل يعني بفنية عالية. إذا هادو من النصوص ديال لو فيتشر كومبانيون ديال شارل دوغول 1933، لو ديبا ابخي لا كونفيرونس او لو كولوك ديال الصحراء الغربية بكلية الآداب، ما أصبح كلية الآداب لانسيتي دي روزيتي. كانت مراسلات قبل ديال ليوطي، ولكن استمر الامر شنو خصنا نديرو بهذا لو كوموندمون دي كونفان اللي تخلقات في ميدلت ثم تيزنيت. في الاول كانت بودنيب، ميدلت، تيزنيت، ثم في اكادير من 1933 حتى غادات الاستقلال 55 لتفادي استرجاع المغرب للمناطق الصحراويه، سيتم حذف قياده توخو. ودائما شنو هي الفكره اللي الخلفية اللي عندهم هو الأطلسي، توجه مع الأطلسي، لأن المشروع الآخر اللي كان دائما موجود كيقدمه لإسبانيا هو أننا أعطيناك مناطق نفوذ باستثناء إفني والذهب، أي دار شمال داخل شي شوية جنوب بوجدور في اتجاه الجنوب. هذه هي المستعمرات اللي عندك تعترف بها مؤتمر برلين، وبالنسبة لإفني كيعتبر بها السلطان لأن بعد معركة تطوان سلم لكم سيدي إفني. أما طرفايا والساقية الحمراء هي مناطق نفوذ بروتيكتورا. ليوطي تيكتب تيقول لهم الساقية الحمراء طرفايا تدار من طرف الخليفة السلطاني وفق المعاهدات الدولية، الخليفة السلطاني من تطوان. فهذا الكتاب هذا دات ليكستخي ديال البيلتان اوفيسيال ديال اسبانيا ديال 49 اللي كيبين على ان هذه المناطق كانت تود بل تدخل معها غير دي اورو، لان فيها مساله البيعه، فيها ولاد دليب في الجنوب، فما كيميزوش ما بين. ولكن منين بدات التدويل ديال القضيه هنا بدا المجال كامل كيتسمى غيو دي اورو، معناها ما تسولوناش على الحمايه وزون دانفليونس. إذا في هادو مقتطفات ديال ليكزامان دي كونديسيون ديكزيكسيون بوفي ليغ دونك إلى آخره، اللي كتبت على أن الكوموندمون أونيك تكون ديال المغرب في اتجاه يعني موريتانيا وفي اتجاه إفريقيا الغربية. كومون هاد الكوموندمون دي كونفان كانت تتحكم حتى ال 26 26 باغالي، يعني المناطق المقابلة للساقية الحمراء والتي كانت تعرف بالصحراء الغربية اللي هي ولات شمال موريتانيا حاليا. هذا من التقرير ديال الحاكم بونامي، كاين التقرير ديالو ولكن كاين رسائل أخرى. ففي هذا التقرير مثلا كيتساءل يصدق كو الجزائر دوار بورتي سي فرونتيير فيغ لويست جيسكو ريو دي اوروب، يعني بناء على المقترح ديال 1923 وفيما بعد 1928. اي فيرمي انسي او ماروك لا روت دي سود. هذا تيمواني يعني داكتواليتي، يعني القلقالات هو هذا. ايفيدمون نو. Trop de questions politiques, économiques et aussi diplomatiques, je l'ai déjà dit, rendent le contact nécessaire entre la Rouette et le Maroc. دونك انا ما غندخلش في هذا، كنحاول نعطي فقط بعض لي سيتاسيون منها. ولكن هذه رساله الجنرال ليوطي، حاولت نقطع الجانب ديالها
le commissaire-résident général à l'ancien ministre des Affaires étrangères, Rabat, le 8 février 1924. Donc, 1924. Mon seul regret est que le Maroc ne soit pas pour l'instant en mesure d'y participer. D'y participer, il y a une famille de l'Italie, il y a une majorité qui est le carrière obligatoire qui m'a dit que le Jazeera, on ne arrive pas dans le droit sur le territoire de l'eau, mais il y a une famille de l'Italie, il m'a dit que l'Italie. Car il ne dispose encore d'aucune force spéciale capable de se lancer à la poursuite des pillards sahariens. الموقف الهام للجنرال وهو مخالف لوزير الحرب والحاكم العام للجزائر. Ceci dit, je ne suis nullement d'accord avec monsieur le ministre de la guerre pour ce qui concerne les limites sahariennes de l'empire chérifien. J'estime que le Maroc a dans le Sahara une frontière commune avec l'Afrique occidentale française, française comme avec l'Algérie. Et donc, le Sahel dit le général. ليطي ولكن دائما هذه سيت اون ديكلاراسيون سي با سيون دي بون اكسبيريونس لا كونفونسيون دو نيامي كيفاش كيتكلم عليها لا كونفونسيون دو نيامي او لا لين دو نيامي هو داك الخط اللي كيطلع من مالي وكيمشي في اتجاه تندوف وكيعطينا ديك لوبليك اللي غادا في اتجاه اكادير وفي اتجاه الاطلسي باش حتى المغرب تتكنا ما تبقاش عنده يعني دائما لاغيغ بونسي ديال لي زوتوريتي سوا د لالجيري سوا د لاوف اليوتي دي لا كونفونسيون دو نيامي à laquelle fait allusion monsieur Maginot donc ministre de la guerre le complète un accord de principe du 7 juin 1905 qui est un simple arrangement entre le ministre de l'intérieur et des colonies en vue de fixer la limite séparative des zones d'influence respectives de l'Algérie et de l'Afrique occidentale française ces accords sont de simples compromis entre deux colonies françaises qui ne peuvent modifier la délimitation du Maroc qui n'y a jamais été parti. Alors c'est l'Europe qui est en train là, de défendre l'intégrité territoriale du Maroc. Je ne puis qu'appeler toute l'attention de votre Excellence sur l'importance de la question parce qu'il regarde le Maroc, dont la France a solennellement garanti l'intégrité, engageant qu'il a rappelé au cours des négociations récentes, au surplus, sans qu'il soit, je pense, nécessaire d'insister davantage sur ce point, l'histoire des dynasties marocaines suffit à démontrer que, de tout temps, les sultans ont exercé sur cette partie du continent une action spirituelle et parfois effective incontestée. هذا من التقارير ديال الإقامة العامة المرفوع للجنرال ليوطي اللي وصلوا مع الرسائل ديالو. هذا مقتطف منه. Mais l'extension de la conquête française vers le sud, donc هذا الشيء يعارض ما قال جول كومبون وحتى جول كومبون في دوطر ديكلاراسيون من تمت العملية ديال الاستعمار أصبح يقول ضد ما كان يقول في السابق. نعم كان هناك سلاطين كانت منطقة تابعة ولكن الآن هي مسألة استراتيجية بالنسبة للجنوب الجزائري. هنا غادي تشوفوا الحجم ديال الجزائر في هاد لا ديكلاراسيون. La conquête française vers le sud pour assurer la sécurité de l'Algérie devait poser la question de cette délimitation. L'installation des troupes françaises dans les oasis sahariennes, Touat, Gouvara, Tidikelt, puis l'occupation de la ligne de la Zouzfana, Tarit et Ibn Abbès, nécessaire au maintien des communications des oasis, furent l'occasion du conflit. En même temps, le commandement du territoire du sud algérien s'est forcé d'encercler le Maroc par le sud. Donc, à Dawa, le projet, il y a le France maintenant. سعيد مع جيل كونغو ولكن كان الامر ايضا حتى قبل هذا التاريخ لدرجه انهم ندموا حتى على لا سيناتور ديال لو تريتي دو لاله مغنيه لان وقف العمليه ديال التقدم من 45 تقريبا حتى ل 70 حتى ل 80 الى اخره. اذا هذا يعني في قوه التقرير مغربيه سميت انا الصحاري المغربيه بلسان الإقامة العامة. Il n'est pas douteux qu'à cette époque, l'empire chérifien étendait nettement son influence au sud de l'Algérie. Donc c'est le Maroc
qui est au de sud. l'Algérie. Parce que le Maroc, spirituellement, politiquement, va jusqu'à Janet. Janet, c'est la frontière algéro-libyenne. Les officiers de l'époque demandaient aux gens, alors, vous, vous dépendez de quel pouvoir, autorité? Disent, nous, c'est Sultan Brada. En face, Redemis, c'est Sultan Tsok. L'appellation récurrente fait les écrits et les manuscrits d'elle. Étendait nettement son influence au sud de l'Algérie, il coupait celle-ci du Sahara proprement dit. Les oasis sahariennes du Tchouat, du Gouvra, du Tigré, relevées depuis plusieurs siècles du sultan du Maroc. Donc, à d'autres travers, les Mchal Wazir al-Harb, Maginot, Conseil des ministres, ou le général donc, du bataillon 19. Et donc, encore une fois, mais c'est pour vous dire l'importance de donc, si l'on examine juridique, les textes diplomatiques, l'on peut constater que la limite sud du Maroc paraît avoir été considérée par les puissances européennes établies dans cette région comme étant le 26e degré de latitude nord. Le traité britannico-marocain de 1895. لدرجة أن حتى التقسيم ما بين الساقية الحمراء والذهب هو تقسيم كيبني على هذا الاتفاق المغربي البريطاني ديال 1895. Ceci ressort de la manière dont a été fixée la délimitation des rios de l'Europe. Le Maroc n'a jamais traité avec l'Espagne pour cette délimitation, qui a été effectuée par les conventions franco-espagnoles suivantes. Ok, j'ai dit, le Maroc m'a yondé chez Anne-Mahad. المشكل هو أن الجنرال أقنع مجلس الوزراء بهذا الموقف وأيضا وزير الداخلية لوجهة نظر ليوطي، لكن إقالة ليوطي ستعصف بهذا المشروع. وهنا المواصلة في 27 فبراير، دونك العام الجاي غادي يكون 100 سنة على هذه المواصلات، سي لو مينيستر دو لانتيريور أمسي لو غوفرنمون جينيرال دالجيري اللي هو يهمه الأمر. Ainsi que vous le verrez, Monsieur le Président du Conseil, approuve vos propositions relativement au projet de liaison entre l'émiraliste algérien et l'émiraliste soudanais. Il y a un Al-Jazair, ça va dire la connexion à l'Afrique le Sud, vers le Niger, le Tchad. Par contre, il ne peut se rallier aux vues de Monsieur le ministre de la Guerre concernant la limite méridionale de l'Empire chérif. Vous voudrez prendre connaissance de la note que lui a adressée à ce sujet le résident général au Maroc. Donc, vous pouvez continuer, c'est ce qu'elle a dit d'ailleurs dans d'autres lettres, vous pouvez y aller, mais laissez aussi au Maroc une frontière avec l'Afrique subsaharienne. Donc, avec 1930, avec le Daher berbère, donc c'était une aubaine, l'occasion donc de faire souffler ce projet et de laisser donc le Fassel ou aidan le monde derrière dial l'infisal لأنها أولى لا لم يكتبوا فقط حول مسألة البربرية أو حول تراب البيضان إلى آخره فهم أصبحوا مراجع مهمة عند من كتبوا للتيار أو لحركة انفصالية ديال البوليزاريو من أحمد بابا ميسكي من شكون هي الفرنسية صوفي كاراتيني اللي كتبع أحمد الهيبة حتى الكردوس كتقول لك مات في كردوس في الصحراء الغربية يعني حتى هم كردوس ما كتعرفش تميزها على الصحراء الغربية لأنها مشبعة بموقف وبفكر إلى آخره. إذا هذو أهم أن الاقتطاعات الترابية الكبيرة أساسا غادي تجي على ضوء 1930 الظهير ثم هذه الندوة ديال الندى هذه أداة الجريمة يعني من الخرائط النادرة اللي كانت مخفية كيفاش
تم الانتقال من منطقة إلى منطقة، يعني من داخل ما كان مغربيا وأصبح جزائريا في اتجاه تندوف وواد جيث إلى آخره. إذن هذه سياسة تخوم، راها ملخص سياسة تخوم وهو كوموندمون. الكوموندمون المغاربه ما تعطاتو شكاك، لان نفس المحاور اللي كانت تاريخيا هي اللي كيدوز منها الجنود، كيدوز منها التمويل الى اخره. لان باش تمول تندوف، باش تمول المناطق ديال الشمال ديال موريتانيا، الاقرب هو المغرب، وكذلك العلاقات القبليه الى اخره. فغادي يمشيو حتى ان الشوفان او الموغال ديال تندوف غادي يتبدل بالشوفان، ويولي تمويل كبير باش ان الجزارون ديال اكادير وقلميم يجيو باش يتسوقوا هاد الشوفان ديال يعني تتسمية حذفوها ديال الموغال، لان ما كاين اي موغال ديال طنطان، موغال ديال السام، موغال ديال الاسرير الى اخره، وديال تندوف. فالتقارير يعني هنا جد مهمة في هذه المسألة. الفشل ديال إلحاق الصحراء الغربية، لأن أحيانا كنقولوا heureusement que l'Espagne la France a accordé هذه الصحراء لإسبانيا. وهي علاش أكوردتها لإسبانيا؟ لتفادي ألزاس لورين جديدة. لان الصحراء المغربيه اصبحت تسمى عند كومبون اللي كان اونكور تروماتيزي بار لا غير ديال 1870 باننا خصنا نتفاداو مع المانيا اون نوفيل الزاس لورين. الصحراء هذه سي نوتر الزاس لورين، دونك المغرب خص يقول لهم هذه راه نوتر الزاس لورين، خصكم تعترفوا لينا بها كما كتبتوا في الوثائق اللي من 1900 حتى 1962. فمع هذا الاخفاق اسبانيا ما بغاتش تخرج ليهم، وعطوها تعويضات ترابيه في مناطق اخرى باش يدخلوا ليها ضمها للجزائر. فبدا المسلسل ديال خلق كيانات وهميه، جمهوريه اولى، جمهوريه الصحراويه ولاد سيدي الشيخ الشعنبه، كرئيس حمزه ابو بكر، تينازلوا على المشروع بالنظر للمساهمه لولاد سيدي الشيخ وحمزه المشروع ديال خلق لو سي ار اس، لورغانيزاسيون كومين دي ريجيون صحاريان، في 57 منين رفض محمد الخامس انه يتفاوض معاهم. الكيان الثاني فكان دونك هذا الشخص عطاه لا موسكي دو باري، قالوا ليه ما توليش رئيس، نعطيوك ريكتور دو لا موسكي دو باري. في 58 كيوصلوا له ثلاثه ديال الرقيبات، كيديهم كيصورهم لا تور ايفيل، المسرح، السينما الى اخره، ولا موسكي دو باري كيدورهم، واحد فيهم فار من القوات المسلحه تيقول لهم انا كنعرف هاد لارشيتيكتور، سيتي لارشيتيكتور ماروكان، شتها في فاس لان كتمشي لفاس، لان كتيجي للرباط. اي دو زوطخ جون ما يتعلق بخلق كيان سماوه تراب الرقيبات، ولكن هما سماوه لو ماشي لو كاب لو بارشوك، فقط ان بارشوك، سي با اون ريبوبليك، ان بارشوك بور بروتيجي لا مين ديال الزويرات، ماشي تا موريتانيا، لا مين الزويرات هي اللي كانت تهمهم، وايضا بور سوف غاردي لحمايه لا مين ديال غار لا مين دو فير، غار جبيلات. الجمهوريه الثالثه هي اللي نجحت لهم، الثالثه كان صاحبها ايضا عضوا في الجمعية المرتبطة بمسجد باريس لما كان محاميا هناك، وهو مختار ولد دادة. دونك غادي نوقف عند هذا الحد، وكتشوف ان اقتراب موعد الاستقلال سي اكري نوار سيغ بلون، الاستقلال قرب، محو التخوم باش المغرب نخليه في ديك البلاصة، ويسلم المشعل الى الجزائر المستقلة. وشكرا. شكرا للأخ جلالي. لا شك أن هذا العرض غادي يكون أثار عدد من التساؤلات،
لكن يعني اللي فهمت منه من العرض ديالك هو انه كاين ارتباط قوي ما بين يعني العمل على تقسيم المجال وكذلك تقسيم يعني الساكنة المغربية. هذا هو الربط اللي عملتي، واظن انه هذه الخاصية هذه ما كناش كنطرقوا لها كثير، انه فرنسا كانت كتشتغل من الجزائر باش يعني كتستحوذ على المجال اللي كيهمها، وكذلك بالموازاة مع العمل على التفرقة ما بين مختلف المكونات ديال الساكنة. إلا كاين شي تساؤل أو أستاذة دبي. شكرا سي ناصر. أكيد أننا في هذه المؤسسة العتيدة نتابع باستمرار مستجدات الفكر والثقافة، واليوم نقف عند لحظة تاريخية متميزة مع الأستاذ الباحث الجاد عدنان الجلالي، الذي يبدو طبعا من هذه العلاقات ومن هذه الرسائل ومن هذه الوثائق هو نوع الاختراق الذي أصاب المغرب من الجزائر بعد استعمار الجزائر بطبيعة الحال. الجديد الذي نطلع عليه اليوم والذي يضاف إلى التاريخ الراهن المغربي هو هذه السلسلة من الوثائق التي عثر عليها الأستاذ العدناني، والتي نرجو أن تكون لها يعني ما تستحق من تأثير في مستوى القضية الوطنية، لأن هناك قراءات جديدة، هناك معلومات جديدة. وربما لن أسأل الأستاذ العدناني لأن موضوع الاختراق واضح، والشخصيات التي تحدث عنها لها تأثير في بحوثنا التاريخية طبعا، لكن اليوم نتعرف على الجديد في هاد عند هاد المؤرخين وهاد الباحثين الفرنسيين الذين ولجوا المغرب في هذه المرحلة. لكن هل هناك سؤال فقط، هل هناك أرشيفات أخرى لدى الأستاذ العدناني يطلع عليها؟ وهل أرشيف المغرب فيه ما يفيد؟ يعني هل استفاد أرشيف المغرب من بعض هذه الوثائق التي اكتشفت أو أطلق سراحها إن صح التعبير؟ شكرا. أستاذ المثالي. شكرا. هذه بطبيعة الحال معلومات قيمة اللي خص الإنسان يمكن يشتغل عليها باش مشاكل قائمة في المغرب يوقع الفهم ديالها دقيق. قلنا 1930، هذا واحد النقطة تاع التحول أساسية، لأن في ذاك الوقت كان عندهم واحد التصور، وهو التصور اقتسام السيادة المغربية، ولكن ما كان شيء يمكن يقولها في ذاك الوقت، وبالتالي يمكن الإنسان يوقف على هذه القضية هذه خاصة عند سيليري كان عمل واحد المجموعة ديال المحاضرات لما سماه لا جونيس فرانكو ماروكان، يعني لا جونيس يعني انفان دي كولو، واللي تيقول فيها يعني بوضوح ان هذا البلاد هذه فيها جوج شعوب، شعب متعالي وهو الفرنساوي، والشعب الاخر وهو الشعب المغربي. إذن الفكرة الأساسية متاع الظهير البربري كانت هي نقطة الانطلاق نحو هذا التصور. اللي حصل وهو الحرب العالمية الثانية، وبالتالي انقلبت المواضيع ولم يصير لفرنسا أي يعني فرصة للقيام بتنزيل
هذا التوجه. شكرا. سؤال الاخ القاع. اعطيه الميكرو. أزول في اللون، مساكم سعيد، حضرت معكم بالأمازيغية. أزول هي، السلام عليكم. أولا أنا عندي واحد السؤال، أنا ما عرفتش الأستاذ العدناني علاش ما ذكرش الاسم الحقيقي ديال ما يسمى بالظهير البربري، علاش ما قالش بأنه ظهير أو الظهير المنتم ليس العدالة في المناطق ذات الأعراف الأمازيغية ووقعه السلطان محمد الخامس، علاش ما قالش هذا الشيء؟ ثاني حاجة، كنعتقد أننا حنا في الحركة الأمازيغية ولينا كنسميوه ظهير شهادة ميلاد، ما يسمى بالحركة الوطنية أو اللطيفيون، واعتقد ان الحركه الامازيغيه تطرقت كثيرا الى هذا الموضوع. الا سمحتي، ما كان فهمتش مزيان، كتكلم بسرعه باش نركز. الله يخليك. اوكي اسمح لي، انا قلت لك الاستاذ العدناني تصنت تقريبا المحاضره ديالو كامله ما ذكرش الاسم الحقيقي ديال ما يسمى بالظهير البربري، بقى تكرر الظهير البربري، ولكن ما قالش بانه اسمه الحقيقي هو الظهير المنظم لسير العداله في المناطق ذات الاعراف الامازيغيه، وكان وقعه السلطان المغفور له محمد الخامس، يعني ما قالش هذا الشيء. حنا في تحدث عن الحركه الامازيغيه والخطاب الامازيغي، ما ركزتش شنو قال بالضبط، وقال تحدث على شي كتاب ديال الاستاذ مصطفى القاضري في الوقت اللي هو الكتاب هو ديال الاستاذ محمد منيب، وتطرق الى هذا الموضوع بالادله والاثباتات، وكاين مجموعه ديال المقالات والمواضيع، واعتقد اننا حنا في الحركه الامازيغيه ضحضنا هذا الموضوع هذا وتجاوزناه وما بقيناش كنناقشوا اصلا، لاننا اعتبرناه من الماضي، ما عمره كان شي تفرقه بين المغاربه. ولا بغيت نعطيكم شهاده او حوار ديال الاستاذ المرحوم ابو بكر القاضري، كان واحد الحوار ديالو سنه 2000 مع جريدة الأحداث المغربية، وأعتقد أنكم طلعتوا عليه وتحدث على السياق ديال فين جا هذا اسمه. السؤال ديالي مباشر للأستاذ العدناني، واش الأستاذ العدناني فعلا مازال هنا في المغرب، خصوصا ما بعد دستور 2011 والاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية للدولة المغربية والمصالحة مع الأمازيغية، واش باقي اللي كيجطر هذه الأكاذيب التاريخية، وباقي الأساتذة اللي باقي تيقولوا هذه الأكاذيب وتوصلهم الناس في هذا الوقت هذه؟ وشكرا. شكرا. كاين شي سؤال آخر؟ مرحبا الأستاذ المختار. شكرا أستاذ الهراس. مختار الهراس، شكرا سي عدناني على هذا العرض القيم. أنا أود أن أسألك بالنسبة للمنطقة ديال الشمال ديال المغرب، كانت هناك الحماية الإسبانية، وكانوا هناك يعني باحثون إسبان، يعني سوسيولوجيون وأنثروبولوجيون، كانوا يدرسون القبائل في هذه المنطقة. يعني ماذا كان موقفهم تجاه الظهير البربري؟ يعني هذه المسألة. ثم يعني من الملاحظ من جهة أخرى، إذا هذا السؤال الأول، من جهة أخرى نلاحظ انه يعني بعد الظهير البربري ظهرت يعني تمت واحد المجموعه ديال الدراسات اللي نظريا مشات في اتجاه التقسيم. مثلا الى خدينا بعض الانجلوساكسونيين بحال ارنست جيرنر، مثلا بحال ديفيد هارت في الشمال ديال المغرب على بني ورياغل، وفي ايت عطار دادا عطار اند هيز 40 جراند سانز، مشى في هذا الاتجاه ديال التقسيم. كارلتون كون، وعدد ديال الدراسات الانجلوساكسونيه يعني بعد الظهير البربري استمرت في هذا التقسيم، والنظريه الانقساميه برمتها لا تيوري سيغمونتير كلها مشات في اطار هذا التقسيم بين يعني يعني التقسيم الاثني للمغاربه. يعني ما عرفتش شنو الراي ديالكم استاذ عدنان. شكرا جزيلا. كاين شي سؤال اخر؟ شكرا. اولا معكم عيسى بابا العلوي، استاذ باحث. كنشكر الزميل صديق جلالي العدناني اللي معروف بالعمق ديالو وبالنزاهة الفكرية.
محاضرة قيمة جدا وتثير العديد من التساؤلات الهامة لإغناء النقاش والموضوع. أنا بغيت بشكل مختصر من باب الشهادة التاريخية الموضوعية، لأنكم تكلمتوا على جيل كامبون، وطبعا كاين لي دو جيل، جيل فيري جيل كامبون نيس با، وكاين ليوتي. ليوتي كما تعلمون انه فعلا دافع الوحدة المغربية، لا من ناحية الترابية ولا من ناحية المكونات الإثنية، ولكن كان بودي لو أنكم زدتوا قبل من ليوتي، هوبر ليوتي، يبي أن سيغتان جان جوريس. جان جوريس يعني شخصيا خلال الوثائق اللي تمكنت من أيضا العثور عليها في فرنسا، وخصوصا في وزارة الخارجية وفي البرلمان الفرنسي أيضا، لقيت حقيقة من 1908 حتى بداية الحرب العالمية الثانية 1912، دونك الاحتلال قبل الاحتلال، ما لقيت شي باحث، شي أكاديمي، لأنه هو كما تعلمون مايتر دو كونفيرونس، كان اكاديميا وكان سياسيا، اللي دافع على الوحده الترابيه المغربيه بحال جان جوريس. يعني لا في الاحاديث ديالو، لا في جورنال لومانيتي دونت إلي لو فونداتور كوم فو سافي، وال ان سوسياليست اون بلوس. Il a défendu le Maroc d'une manière incroyable, à travers son journal, au sein de l'Assemblée nationale française. Le درجه انه بعض المؤرخين يقولوا بان حتى من اسباب الاغتيال ديالو، comme il a été assassiné comme vous le savez, يعني et à la veille de la première guerre mondiale, بانه دافع عن المغرب لمده 8 سنوات. Donc, je pense qu'il a même, lui, insufflé à Léotey l'amour du Maroc et, disons, l'amour de la monarchie. Bon, j'en passe. Deuxième point, la droite à la Valéry Giscard d'Estaing. Alors, c'est une ziyara d'Yélo, ou le ziyara, ou le raïs français qui est au Maghreb, une bâle d'Estaclal au Maghreb, ou le raïs français qui est au Maghreb. Surtout, une bâle d'Azma d'Yel Ben Barka, comme tu le sais. وزار الجزائر قبل من فرنسا، قبل من المغرب عفوا، زار الجزائر في أفريل وفي ماي زار المغرب، وكان بناء على بعض الوثائق اللي شخصيا كنت من الاطلاع عليها في إطار دراساتي، أنه وبالشهادات ديال عبد الله بوطالب الله يرحمه، أنه يافي إن سارتين هارمونيزاسيون دي كونتاكت أنتر سا ماجيستي حسن الله يرحمه وفاليري جيسكار دستان. وكتعرفوا بانه وجا هو فتره ديال المسيره الخضراء. الله يخليك، ركز شويه لانه غير باختصار، غير بغيت نسولكم بناء على هذه المقدمه، واش عندكم ما يفيد بما انه هو كان في لادمينستراسيون وعرف على القضايا ديال الصحراء، علاش المغرب ما كانت فرصه باش يعني يكشف لنا ولا يعطينا وثائق من لي زارشيف، علاش ما فتحش المجال في المقدمه ديال الاعداد ديالو اللي كان من شانه انه يفيدنا في قضيه ديال الوحده الترابيه. شكرا اخيركم. اذا سمحتي الاخت قدم، اي تفضل. تو دابور جو فورميرسي، قدم نفسك الله يخليك. الطالبة الباحثة أميمة المنيعي، سنة ثانية بتلك الدكتوراه. كنوجه شكر جزيل الأستاذ جلال العدناني، وأيضا الفرقة العلمية والفكرية اللي سهرت على عقد هذا الندوة. إذا باختصار عندي سؤالين.
الأول كيخص الحاكم العام الفرنسي جول كومبون، قلت بأنه كان عنده دور كبير في الاقتطاعات الترابية اللي شهدتها المملكة المغربية واللي لازالت لحد الآن كتعاني منها. يعني كما سبق أستاذ حتى في ندوة الأمس اللي كانت بكلية الأدب والعلوم الإنسانية ذكرتم بأن هذا الأخير كان عنده دور في الاقتطاعات اللي بدات من اتجاه التواد والعديد من المناطق. إذا ما الدور الذي لعبه هذا الأخير في السيرورة التاريخية لقضية الصحراء المغربية؟ وهل كانت له يد آنذاك في الموقف الجزائري تجاه هذه القضية؟ السؤال الثاني، هناك العديد من الطلبة الباحثين اليوم اللي مقبلين على أنهم يشتغلوا على مثل هذه القضايا اللي هي القضية الوطنية ديالنا الصحراء المغربية، ومقبلين لزيارة الأرشيفات اللي كاينة في الدول الأوروبية. لكن يقال أستاذ على أن الأرشيف إكس بروفنس أنه به وثائق وأرشيفات تخص فقط الجزائر، يعني لا يمكننا الاستفادة منه. باغ كونطخ أن الأرشيف اللي كاين في نونت ولا كورنوف هو اللي نقدروا أننا نستفدوا منه كثيرا. هل يمكنكم أنكم تأكدوا لنا صحة ذلك من عدمه؟ وشكرا. شكرا أخي الأخ. شكرا جزيلا الاستاذ جلال العدناني. صراحه اللقاء يعني كان مليء. شرفنا باسمكم. اسمي محمد بن عياد، استاذ زائر بكليه علوم التربيه الرباط. طيب، كانت هناك افادات في هذا اللقاء العلمي مع الاستاذ جلال العدناني. عندي فقط غير واحد السؤال صغير جدا. كاين واحد الذاكره ديال واحد المكان، سبحانك يا كريم، مجرد ما كتوقف كتمر عليه وانت في الطريق الى شمال المغرب يستوقفك على اشياء. المكان هو عرباوة ديوانة. أنا أتساءل مع أستاذي الكريم جلال العدناني، المغاربة كيف دبروا هذا المجال وهو يقطع؟ لأن تصور معي أستاذ عدناني، في واحد اللحظة من اللحظات الأغراس الجرادي كيتقطعوا، الزيارات ما بقيناش كنزوروا بعضياتنا، وتصور معايا هذاك الفضاء من تما كنت ماشي ذهب، يعني وزن مقرصات الشاون الى غير ذلك. كيفاش كانت استاذي الكريم هذه الفجائيه؟ كنا في مكان اذا بنا نقطع، تقطع الاوصال في واحد اللحظه، مع العلم ان في واحد اللحظه من اللحظات ان كانت هناك شكايات تتوارد أن الفرنسيين كانوا يشتكون من الإسبانيين. ما تقتحموش علينا المجال، نتوما في مجالكم ونحن في مجالنا، مع العلم أن المجال هو مجال مغربي. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ. محمد زرنين، أستاذ علم الاجتماع. أولا تنشكر المؤسسة أبو بكر القديري، لأن بالفعل هذه الندوات هي فرص، يعني لا يعني هي واحد الفرص إلا قلت استثنائية غادي نقولها بصوت مرتفع ويعني بدون مجاملة، لأن بالنسبة للعرض اللي قدم لنا الأستاذ الجلالي العدناني، هو يقدم في الواقع نحن استمتعنا بمشروع قراءة، بإعادة قراءة للظاهر المعروف تداوليا بالظاهر البربري وتقنيا كما قال الأستاذ ب يعني ظاهر الأحكام العرفية بالنسبة للمناطق الأمازيغية. ولكن المهم في المحاضرة وهو هذا المغامرة الموثقة والمضبوطة والمشكلة تيماتيزي يعني لهذه الظاهرة، وهي قراءة مجددة، لأنه هو تيعرض الأمر تيتعلق بعملية جراحية على المجال الترابي، تقطيعات بواحد النوع من التقدم ان بروغريسيون انتيليجونس. اللي تيهمني انا من الموقع ديال التخصص وانا تنسمع، وهو التنفصل لارتيكولاسيون اللي كانت بين المعرفه الميدانيه والاراده السياسيه
أي بين المعرفة، هذا التنفصل اللي كان بين المعرفة وإنتاجها، وفي نفس الوقت تصرفها عسكريا وسياسيا في واحد الإطار جيوستراتيجي اللي ديال الحركة. الفرنسيين تيفكروا في الإنجليز، تيفكروا في الإسبان، تيفكروا في الألمان، ولكن في نفس الوقت كاين واحد تنفصل قوي بين إنتاج المعرفة وبين تصرفها عسكريا وسياسيا. في الواقع تيطرح واحد السؤال هنا، سي لو بوفوار كولونيال كي برودويزي لو سافوار دونت اي لافي بوزوان، كان تينتج المعرفه اللي محتاجها وتيخدمها. المشكل اللي كاين وهو انه من بعد حركه الاستقلاليه، اذا حيدنا الحركات التحرر، الحركات الوطنيه نجات معرفه بالنسيج المجتمعي، نجات معرفه بالهويه الثقافيه واللغويه، ولكن الدوله الوطنيه ما بعد الاستقلال علاش ما لقيناش هذا، ما كاينش هذا التنفصل، او هو واحد التنفصل ضعيف بين السياسه العموميه في مجال البحث العلمي ومهام البناء الوطني. هذا هو، انا ملي كنت نستمع للمحاضره تنستمع للمحاضره بهذا التساؤل، كيفاش في واحد الوضعيه كان هناك تنفصل قوي بين انتاج المعرفه وتصريفها واشتغالها، وفي الدوله الوطنيه إلا حيدنا أعطينا واحد الامتياز لإنتاج الحركة الوطنية وقادة الحركة الوطنية اللي اشتغلوا على إعادة البناء، ربما أن الأولوية للتوحيد خلات واحد النوع تبني واحد النظرية للمعرفة فيها واحد الانتقاء والاختيار لما سيتم التركيز عليه وما سيتم تأجيله. واش القضية الصحراء ماشي ادينا فيها الثمن ديال التاجيل المعرفي بعض التساؤلات المعرفيه؟ وشكرا. شكرا استاذ زرنين. باقي شي سؤال اخر؟ اظن نكتفيو بهذا القدر. اذا شكرا جزيلا على تفاعلكم. أولا يجب أن تعرفوا على أنني لست متخصصا في ما يتعلق سواء بالثقافة الأمازيغية أو ما يتعلق حتى بما يسمى الضحية البربرية. هذا ما تعلمته وإنما تقول الضحية البربرية، لأن ماشي ديال البربر، وإنما يسمى الضحية البربرية يعني في لابرودكسيون كولونيال بوست كولونيال. طلعت على مسائل ما يتعلق بالظهائر السابقة، يعني في عملية ديال شرعنة ظهير 30، السلطات الفرنسية رجعت إلى الظهائر السابقة بل 14 وما بعد، واستندت حتى ما قبل على بعد زيارة ديال السلطان مولاي الحسن لمنطقة سوس، وأنه قال بأن بعض القبائل ماشي مشكل أنهم يعتمدوا على، فبالتالي قالها السلطان مولاي الحسن علاش حنا ما نديروهاش. ولكن انا حاولت نبين بان المساله ماشي هكا، يعني المساله وهو كيفاش منصاغوا هاد الظاهر، شنو هي النوايا ديالهم، وكيفاش ان مساله ان النوايا ديال بول مارتي او المقولات ديالو اصبحت تنسب لعلا الفاسي ولا القادري او لهذا ولا هذا، وبأن الحركة الوطنية هي انقلاب على شعب بأكمله اللي هو شعب أمازيغي إلى آخره. معنا احنا سمع ميشو بيلاد بأن الجهاز هذا أجنبي، وبأن احنا كنكتشفوا من الجزائر ما اكتشفناش، لا اكتشفتوا من 1830-45، دونك ميم طون اللي كنجاوب أميمة أرشيف ديال أكسون برونس، ما مشاوش للمؤرخين لأنه كانوا ضحية هذه المقولة اللي قلتي بأنه أرشيف خاص بالجزائر 30-1962. أرشيف ديال أكسون برونس فيه الأرشيف العثماني، فيه أرشيف إسباني، وفيه لا سيري 30H، يعني 30H واحد كارتونة جوج ثلاثة إلى واحد العدد معين، 32H بلس دوطخ سيري 16H، الحج طرق صوفيا، لي زيكسبلوراسيون، لا كونكيت،
كتغطي المغرب كامل. ما لا تجده في نونت ولا كورنوف أو حتى في داكار تجده في إكسون بروفونس. كتابي حول جاك بالك هو تقرير حول السياسة العقارية للزاوية الوزانية، أصلت عليه في لا سيري 30H في إكسون بروفونس. هذا الرسائل ديال اليوتي اللي كنقدمها هي من إكسون بروفونس، فمعنى أن هذا غني لأنه ديال لا كولوني، لأن لا كولوني هي اللي واش انت سرقاتك حوته تمشي تقلب على راسك في بلارج، دونك غتمشي لهاد الحوته اللي هي الجزائر، دونك هي اكسون بروفونس. دونك اكسون بروفونس هي اللي فيها الارشيف اللي مهم ديال المغرب، والارشيف السري بالخصوص اللي كانت كتنتج فرنسا كما قال السي محمد زلنين. فالبدايه في الكونسيبت حول الصحراء هو الخلاء لو ديزير، لو صحراء سي ليسباس صحرايا مي دوميني كونترولي سو كونترول. لو ديزير هو الخلعه، هو الجنون، ما عارفينوش، ما عندنا عليه لا اسماء لا قبائل، ا دوميني ا كونكيرير. ثم بعد واش ما كتلاحظوش بان هاد السياسه التخوم اللي تكلمت عليها كتطبق على المغرب؟ كانت واحد الوقيته بين تونس وهذا، ولكن تما بقى عندهم ما ياكلوا، دونك حنا اللي ديال الماكله، وخلقوا لنا داك التسميه ديال لومبيغ شيريفيان. من بعد ما اقتطعوا لو انتيير ديال لو تيريتوار، لو تيريتوار ماروكان، عاد خلقوا هاد. دونك انا بالنسبه للاخ، انا الكتابات الامازيغيه اللي كنا نسميوها هكا، لماذا تغيب بول مارتي وما يقول بول مارتي وهو متاح حول البربر، حول الامازيغ، شنو بغينا نديرو في اطار الظهير، في اطار التكوين، في اطار ليزيكول، في اطار كذا، في اطار ان سيمون في التقرير ديالو ديال 1931 تيقول لهم انتم عاكستوا السياسه ديال اليوطي، اوليو دو فوار لونسومبل تو لو تيريتوار مشيتو كتجزئوا، وبالتالي ما ضبطتوش الخصوصيات ديال هاد المناطق الجبليه. وبدا كيعطي الامثله ديال لي دوغري دارابيزاسيون اللي كاينين، وخاصه هذا التناقض اللي كان دفع ان الشيوخ وهذا انهم الفرنسيه صعيبه عليهم ما باغينش يتعلموها، مشاو في اتجاه تعلم اللغه العربيه. فهاد الناس ما كيعرفوش، اظن ان الزلزال اللي ضرب في العمق ديال التاريخ والحضاره المغربيه في المنطقه اللي تسمات الحوز، ما عرفتش هاد التسميه اللي انا شويه عندي فيها، وهو اننا كنشوفوا في كل فيديو تقريبا واش هي دعايه ولا ماشي دعايه، الحضور القوي ديال الكتاب وديال حفظه القران، وديال ان تقريبا واش عمليا من بعد الاستقلال ان الكل يتكلم تقريبا بطلاقه هذه اللغه العربيه. ولكن اللي بغيت نتكلم عليه هو مساله الوحده، حتى الحركه الوطنيه كان خاصها توعب هذا المجال بالحدود ديالو الى اخره. مساله اخرى يعني في تفاعل مع الاخ زلنين ايضا مع الاستقلال، لماذا الاهتمام بالقبيله والزاويه والمخزن ولم يتم الاهتمام ب شي سياره؟ لانه لما كيدوز الملك من هنايا كيخصيتو له السيارات، الا كانت شي سياره في الشارع يعني. الا يمكن لكم غير نخليهم بعدا هما يعتقوا السيارات ديالهم بعد نكملوا. ايوا المعلم العلو هادشي اللي عطا الله المجال تاوم. نكملوا سي الجلالة، نكملوا. إذن لم يتم الاهتمام سوى يعني في الغالب لدى حنطة المؤرخين، يعني موضوع الزاوية، القبيلة، المخزن، ولكن جغرافيا وتاريخ المجال ما كان اهتمام به فقط، يعني مع قضية الصحراء بالخصوص.
وايضا ما بعد. مساله فاليري جيسكار ديسان، ف كنت جمعت واحد المجموعه ديال الوثائق على كل الاجانب الذين زاروا الصحراء وافريقيا الغربيه، رئيس جيسكار ديسان، جواسيس امريكيين كيدوزوا في يعني بصفه اطباء او طيارين احيانا بجنسيه دنماركيه ونرويجيه، نعم، وصحفيين. والامر يعني مهم، كيعطي واحد الصوره على الاهميه ديال المنطقه والاهتمام الامريكي بالمحور ديال بوحفا في جيك بالشرق اتجاه الجنوب، يعني تقريبا منذ بداية القرن العشرين أو حتى نهاية القرن التاسع عشر. جون جوريس مهم، فقط غادي يكون هناك أنظن أرشيفات في أماكن أخرى من غير لاكوغلوف ومن غير هذا حول المغرب. الآن كاين أرشيفات الخاصة لي أبوم، لارشيف بريفي دو تخومير اللي منزلة في أكسون بروفونس، جد مهمة، ديال روجي لو تورنو، ديال لي سيوني، ما يتعلق بالأوقاف، ما يتعلق أيضا بالمسألة هاد لو رابور اللي تكلمت عليه ديال أونري سيمون، فهو جد مهم وكيعطي توضيحات. حيت أنا ما قلت أنا ما كاينش لا مجال أنا ندخلو في جدال أو في إن بوليميك، فقط وضع النقاط على الحروب. من قال هذه المقوله، يعني تاصيل ديال هذه المسائل هذه باش ما نبقاوش نقولوا انت قلتي. ما غاديش ندخل المسائل خاصه لما وصلت لاكادير كاستاذ جامعي في جامعه بن زهر. كانت ابن الاخت تعلمت في دار ثلاث اشهر شلحق الامازيغيه السوسيه، كانت معلمه، أخذ ديالي تيجاني كذلك إلى يومنا هذا كيتكلم كيدوز مع مولي الحوانت سون بروبليم. فأنا اليوم ديالي دخلت فيه باش ندير الدرس، مشيت للونسيكلوبيدي ديال الإسلام في المكتبة، دخل واحد الشخص بلا ما نسميه ومعروف، أول سؤال: واش أنت أستاذ معنا جديد؟ نعم. ثاني سؤال: أنت شلح ولا عربي؟ قلت له انا ما عرفش راسي، تنعرف بانني جابونا الموحدين للدكاله في القرن 13 ومشينا للغرب ورجعنا للدكاله، دونك انا من القرن 13 وانا هنايا. ربما الا شتي الوالده، اعتبر لك الاصول الامازيغيه، الا شتي الوالد غادي تشوف بانه هلالي دكالي مهم الى اخره. ولكن نقدر نقول لك ان قبيلتنا العونات اخر صور ديال الجمال عندي، ولكن كيفاش غتحولوا هاد لي نوماد من دي نوماد لدي بايزون دي فري بايزون؟ صافي كو لي جون ديال العونات سي كي برودويز واحد الشكل كتقول هادو كيمارسوا الفلاحه وانهم مستقرين، ما شحال من عام كيمارسوا هاد، بينما كنعرف انا بان البيت ديالنا بالحجر بني في 1920، وان جدي اللي كنحمل على الاسم ديالو خلق في مجال ديال الملك الخاص ارض سلاليه، قال لهم يسرحوا فيها. هذه الوثيقه اللي لقيت في الارشيف باش نرد على الاستاذه عند جامع بيضاء، تلقى ان الجيلالي بن طه مقدم الى اخره، خلق هذا السيستم اللي هو غريب على المنطقه باش تمشي تسرح فيه الناس ديال الدوار ديال ولاد يوسف. من بعد كنعرف بان هاد ولاد يوسف هاد البلاد كما تيقولوا العربيه عاموا عليها الاسره العائله ديال الوالده، دونك نقدر نفهم علاش بوا تزوج بامي، ربما باش يرجع شي شويه ديال البلاد، دونك هادو لي استراتيجي ماتريمونيال. ولكن باش ندخلوا هذا منين وانت منين، كتولي واحيانا ما نسمعه في اليوتيوب وفي مواقع التواصل الاجتماعي يعني غريب، ولكن هذا هو الصوت المسموع. انا فقط اريد ان اقول على اننا مغاربه كنشوف واحد المقوله ديال تمغربيت
ما عنديش مشكل لا مع الصحراء ولا مع الجبل مع الجبل، ونقدر نمشي في جينيالوجيات اخرى اللي هي نقدر انني نثبتها، لدرجه انني نقدر نكتب كتاب سميتو دكاله الصحراويه او صحراويه دكاله، خاصه في القبيله عندنا كلها الجيبات وكلها اولاد بوسبع بما فيها الزاويه التونسيه، بما فيها اخر دوار كنكتشفه في زيارتي الاخيره للعونات بعد 4 سنين من الغياب، وهو دوار ديال رحاحله اللي كلهم سميتهم السلك، كلهم الجيبات في المدخل عند السوق ديال هذا يكون ولاد عمك استاذ. اذا مساله اخرى كنظن الصحافه، راه التغطيه اللي دار الصحافه ديال الحزب الاشتراكي الشيوعي بالخصوص خصوص الوحده الترابيه والمقاومه، يعني صور ديال لي جورنو جد، ولكن ما يمكنش يعني تشتغل على كل هاد الامور. انا بصدد يعني العمل على هذا الموضوع، ثم كتيب حول الجنرال ليوطي والدفاع على المساله ديال الوحده الترابيه، لان سي داكتواليتي بريسك بالنسبه للرئيس ماكرون. ما نعرفوش خارج من وزاره شنو هو الفضاء، شنو هو لوريزون ديالو انتيليكتويال بالنسبه للافريك الى اخره، تنظن غادي يبقى مهم. ثم ان هناك كم كبير من الوثائق اللي يمكننا نجمعوها وثيقه وثيقه مع تعليق يعني بسيط المصدر ديال الوثيقه من اجل النشر. كنظن هذا العمل هذا خصو يتهدى لفرنسا، نقول له واش تقدروا تقراه ولا ما واش تقولوه او لا تقراه او تعترفوا به، ولكن تقريبا كل الوثائق صادره عن يعني قيادات عليا يعني النافذه في الدوله الفرنسيه، لدرجه ان بديت كنشتغل على موضوع ديال موغاليتي ايستواغ، كيفاش اننا كنكذبوا ومن بعد كنوليو كنعترفوا. كنكذبوا لا ما كاينش مغرب، وفي وثيقه سريه كترسل لواحد كنقول تيقول له راه عينا من محيو في هاد لا ماروكانيتي ومبغاش تمحى لينا، وكان مصدعهم واحد القايد ديال تونديبي وكنهضر عليه دائما، لان اخر اكتشاف ايضا كان هاد الرسائل وما لا ريفوليسيون دي قايد ماروكان تونديبي الارشيف ديال داكار نيميليزي في اكس اون بروفونس، لان اكس ما فيهاش فقط الارشيف ديال الجزائر، فيها لي زارشيف ديال لي كولوني ديال لافريك اي لي دوم طون لي ديبارتومون اي تيتوا دوتخمير، وفيها هاد يعني في 1628 كيقوم بثوره تاودني حيت هو اللي قايد معين بظاهر من عهد صندوق السعدي، وتيخرج لهم الظاهر وفرنسا كتعترف به، والقوات يعني الضباط الفرنسيين كيرافقوا القافله ديال الازالاي من طنبوكتو لتاودني كدير شهر، وكيشارجيو الملح لبار دو سيل وكيرجعوا بها باش يمدوا الاسواق الافريقيه بالملح، لان ستين دونغي راغ، قالوا لي هبط الثمن، رفض، قال لهم انا معين هنا بظاهر، يعني في ظل الاحتلال الفرنسي هو بحال ما عرفش كاع هو بان كاين. ديكو راه لو كونسيبت ديال كولونيزاسيون ديكولونيزاسيون راه سا مارش با، بالتالي لا ديكولونيزاسيون فودغي لابليكي سيغ لو تيريتوار دو لالجيري كي هيريتي دان امبير كولونيال، ماشي على بلاد اللي كان ان امبير وقرتو بالدارجه المغربيه. دونك لا ديكولونيزاسيون المغرب مشى في البدايه تيقول لا ريكوبيراسيون هاد لو سونس لا ريكوبيراسيون ديال المناطق ديالي. دونك الجزائر دارت لنا مع بجاوي، لان جو بارلي دو جيسكار ديستان دابخي لي كارني دو محمد بجاوي اللي صيفطو بومدياني ديال لا دوزيام كار دالجيري ابارتيغ دو لومباساد دالجيري ا باري، وكيهضر على الزياره ديال ديستان والمسائل اللي دونك هما كيخلقوا داك برانسيب ديال لانتونجيبيليتي دي فرونتيير هيريتي دو لا كولونيزاسيون، هكا كيسميوها المحافظه على
الحدود الموهوته ماشي الاراضي الموهوته الحدود معنى ما تدخلش لعندي بيان سور لي بي دو لورغانيزاسيون دو لونيتي افريكان كيوافقوا باستثناء المغرب الصومال اللي هنا هما لي سول فيكتيم ومن بعد كيبداو اونبيتيو في ال تيقولنا حنا بارتي الامم المتحده في 66 65 بارتي ان او ان بارتي انتريسي يعني وعلى الجزائر الجزائر قالت لهم اه بارتي انتريسي من بعد ولات كونسيرني من بعد ولات امبليك دونك هذه دونك كنظن شكرا شكرا الاخ شكرا لك كان موعدنا نخبركم انه تكون واحد محاضره كذلك للاستاذه ليلى مزيان حول تاريخ سنة المجاهدة بارتباط مع القراصنة اللي كيقولوا رباطيين ماشي سلاويين جيراري شكرا لكم تاريخ 8 دو جنبير ميرسي